اللي شريتش ب 10 دراهم وقلت لكم قاون بوني فيه تضرب لي على البرخ. نحاول اننا نطبقوا مع هاد الشيء الدراري اللي قلت في الفيديو كيفاش وباش غادي نعالجوا هاد الحاله هذه. انا قلت انني غادي نسميه زليقة. الا عجبتكم السميه كتبوا لي زليقة في الكومنتيرات. هو جاء الثاني تاجر غادي نبدا الفيديو. واش الدراري واش الدريات معاكم ياسين كيف ديما فيديو جديد عشيري. قبل ما نبدا وصل الفيديو قبل ما نبدا حتى حاجه تاع هذا ديك 30 وصلنا 40 كاب راه معاك برات عشيه. شوف من هنا لقدام كاين غير الكبرانيه. دونك الدراري بغيت نقول لكم قبل ما نبداو الفيديو شكرا بزاف الخوت فريمون شكرا بزاف جال عيالات بنات ولاد كلشي الساط اي واحد عنده ايد فات 40 كاب شكرا 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 لكم صراحه كتفرحونا وكتنشطونا وكتخليونا نزيدو نخدمو ملي كنشوف بحال هكا العائله كتكبر. شكرا ليك عشيري فريمون دراري شكرا لكم صراحه كتفرحوني وكتخليوني ملي كنشوف بحال هكا لاشين غدا وكتكبر صراحه كنتموتيفا. دونك شكرا لاي واحد وشكرا الناس اللي انضموا لينا وشكرا الناس الجداد وشكرا الناس القدام شكرا لاي واحد. وعلاش حنا نبداو الفيديو ديالنا ودابا اجي نديرو شويه ليا في الصوار. اخباركم الدراري واخباركم الدريات نتمنى نتوما تكونوا بصحه جيده لا نتوما لا الفريخات ديالكم. الو الدراري كيف ما شتي اليوم الصاد غادي ندويو على بيروش اللي شرينا ب 10 دراهم. الصاد هاد البيروش هذا راه سميناه زليقة. الصاد علاش سميناه زليقة؟ حيت دبرنا عليها الصاد النهار ديال هادي. دونك الى عجبتك السميه قولها ليا والى ما عجبتكش كتب ليا اشمن سميه بغيتي نسميو هاد البيروش هذا. ديك الساعه علاش شفت السميه تقالت بزاف المرات وعجبات الناس ديك الساعه راه غنسميوه السميه اللي غادي تختاروا نتوما. الوغ شنو هو الكونسيبت اولا شنو هو الفيديو ديال اليوم؟ هاد الفريخ هذا اللي قلت لكم غادي نسميوه زليقة الى عجبتكم خديناه حنا اصلا باش نعالجوه ما خديناش باش نخليوه هكا. ان شاء الله غادي نبداو معاه ترانسفورماسيون غادي نحاولوا نتهلاو فيها الخوت باش يولي مزيان وما يبقاش بحال هكا. شنو المشكل عند هاد الفريخ واش غادي نديرو؟ المشكل اللي كيبان ليا اول حاجه الدراري مشكل في الريش. دونك غادي نحاولوا نعالجوا هاد البلان هذا. ثاني حاجه اللي غادي نحاولوا نعالجوا هي نحاولوا نديروا ليه واحد البلونشيمون خفيف الدراري وغير ناتوريل ما غاديش نديروا ليه شي بلونشيمون قاص تضرب ليا على البرخ. اللهم بارك السلعه عشيري كيكون فوق الايد حتى كيبغي ينقص انتحاري الفرخات. كيفاش وباش غادي نعالجوا هاد الحاله هادي وشنو نديرو وشنو النظام الغذائي كيفاش غادي نردو هاد الريش؟ هادشي الساط علاش غادي ندويو في هاد الفيديو هذا. الى عندك الساط بحال هاد الحاله حاول تقيد هادشي اللي غادي نقول لك حتى انت على هاد المشكل هذا. ثلاثه ديال النقاط الساط خاصك تخدم عليهم وتجتهد فيهم مع هاد الفرخ هذا باش تحل هاد المشكل. اول حاجه النظام الغذائي خاصك نظام غذائي اللي يكون غني بالبروتينات والكالسيوم حيت هما اللي غاديين يدفعوا الريشه باش تنوض. ثاني حاجه الهيجيان ديال الفرخ يعني النظافه ديال الفرخ نديرو باش غادي ندوشو ليه نعاونو الريش انه يخرج. وثالث حاجه الساط هي لو كوتي بسيشيك ما تنساش بلي هاد هاد البروبليم ديال لو بيكاج عنده مشكل مع ستريس خاصنا نوفرو جو زوين الفريخ باش يقدر الساط ينوض داك الريش ديالو. اول حاجه الدراري غنبداو بها هي النظام الغذائي نوكلو هاد الفرخ هذا باش يكون عنده نظام غذائي في البروتينات ويقدر انه ينوض الريش ديالو. ترى زليقة كيقول لي اسامه واش باقا ما عضاتكش نتوا الدراري هادي نتوا واجد تيش من وجودي ياش من تي قرعه. اوكي الدراري نهار اثنين غادي نعطيو البيض المسلوق. البيض المسلوق ضروري يا الدراري شدوا بيضه مسلوقه نقسموها على جوج ونخليوها بالقشور ديالها ونعطيوها لهاد الفريق هذا اللي بحال هكا. نهار ثلاثه الدراري غادي نعطيو الخضره. الخضره الدراري عطي اللي بغيتي خيار خيزو ازيبينار القرعه محكوكه اللي عطيتي يا الدراري ما كاينش مشكل. نهار الاربعاء الدراري غادي نعطيو الكغيت. الكغيت هما داك الحبوب ديال الرمل راني ديما كندوي عليهم نورمالمون راك تكون عرفتيهم. واحد الحبوب كيكون فيهم كوكياج الصدفيات الرمله الفاخر شويه هادشي كامل الدراري غني بالمعادن غني بالكالسيوم اللي غادي يخلي هاد النتيوه هادي ربي الريش ديالها. دوزو نهار الخميس غادي نعطيو عاوتاني البيض المسلوق. غادي نعطيو الدراري البيض المسلوق جوج مرات في السيمانه يعني اثنين والخميس. عاوتاني نشدو البيضه نقسموها على جوج ونحطوها لهاد النتيوه هادي. نهار الجمعه الخوت غادي نعطيو الفواكه. الفواكه اش غادي يكون فيهم؟ غادي نعطيو من الاحسن الخيار
غادي نعطيو من احسن التفاح حتى شوف الخيار غادي نعطيو الصاد التفاح. التفاح الصاد كيبان لي انا صراحه احسن فاكهه تقدر تعطيها للطيور، لا التفاح لا الكرموس اللي ما فيهش الشوك، هذاك هو صراحه ناضي. ونهار السبت عشيري غنعطيو عاود ثاني الكغيت، الكغيت الدراري كيف قلت لكم راه مفيد بزاف. ونهار الحد الدراري غادي نعطيو فواكه شافه، التمر يا الزبيب يا القرقع اللي كان عندك الصاط عطيه وما تبخلش على الفريخ ديالك. دابا عشيري غادي نكونوا حلينا المشكل ديال النظام الغذائي الفريخ هذا، تضرب لي الفخ ملي حلينا المشكل الدراري ديال النظام الغذائي اجي نوريك الصاط اشنا هو الهيجين كيفاش غادي شو هذا الفريخ هذا. واش الدراري باش يطلع الريش ضروري وبزاف ندوشوا لهذا الفريخ هذا اللي هو صليقه، غادي ندوشوا ليه 3 ديال المرات في السيمانه، اثنين اربعه والسبت. نهار اثنين الدراري غادي نشدوا نص كاس ديال العدس وغادي نديروا عليه جوج كيسان ديال الماء، نخليو داك العدس يغلى، وملي غادي يغلى يعطينا واحد السائل بحال هذا اللون هذا، هذا كيتسمى الدراري الماء ديال العدس، وهذا الماء ديال العدس هذا واعر الدراري بزاف العلاج الصالح، كيحل المسام ديال الجلده ديال الفرخ، كيوليو محلولين المسام، كيسهل الخروج ديال الريش. دونك نهار الاثنين الدراري غادي ندوشوا ليه بهذا الماء ديال العدس، نهار الاربعاء الخوت غادي ندوشوا ليه بالثومه والماء، غادي نشدوا جوج كيسان ديال الماء، نديروا فيهم جوج ثومات. نخليهم يطلقوا واحد ربع ساعة، نديروا الفابور ورشوا عليه، غادي نجي وسط نهار السبت عاوتاني، غادي نعاودوا ليه نفس البلان ديال العدس ديال الماء، وديك الساعة الدراري ها حنا حلينا المشكل ديال الدو. ندوزوا للمشكل ديال البسيشيك اللي قلت لكم الفرخ أنه خاصو يلقى جو زوين، أول حاجة الدراري غادي نبدلوا ليه هذا القفز هذا ديال والو، غادي نديروا ليه قفيز زوين، نديروا ليه ماكلة زوينة، نحطوه حدا الفريخات الدراري ولكن ما نخلطوش مع الفراخ، ما عارفينش الدراري اش من مرض هاز هذا الفريخ، دونك ما نخلطوش مع الفراخ الاخرين ونخليه بوحدو في القفص ديالو وبعيد عليهم شويه، ولكن غادي يسمع الصاد فريخات حداه. دونك الدراري هذا هو البلان، هادشي اللي غادي نتبع مع الفريخ ديالنا، غادي الصاد نحاول انني ندير معاه هادشي ونشوفو ان شاء الله واش هادشي غادي ينفع معاه ولا ما غاديش ينفع، واكيد الصاد غادي ينفع. علاش؟ حيت ديجا الصاد كانوا ناس عندهم هاد المشاكل وعندهم طيور يعني ناسلين يعني ما عندهمش كاع الريش، وريتهم هاد البلان هذا اللي يديروه وتبارك الله الصاد راه ولا الريش وفريخ ولا ناضي كناضي، هكا كيحمل لي راسي كيقول لي حك ليه. نتمنى انك تكون الصاد شتي زليقه، وبيان سور كيف قلت لكم الدراري اقترحوا عليا السميه الخوت اللي بغيتو نسميوه هذا، انا قلت انني غادي نسميوه زليقه، الى عجبتكم السميه كتبوا لي زليقه في كومونتيرات، ما عجبتكمش الصاد اقترحوا عليا السميات اللي بغيتو، غادي نحاول اننا نطبقوا مع هادشي الدراري اللي قلت في الفيديو، شوفوا ان شاء الله تعالى واش غادي يتحسن ولا لا. وهذا والله الدراري كان معكم خوكم ياسير، نتمنى انك تكون استفدتي ان شاء الله تعالى. الى عندك انت فريخ بحال هذا كرفس حاول تطبق معاه الصاط ان شاء الله هادشي وراه غادي تحل المشكل، انا متاكد عشير. هذا والله الدراري كان معكم خوكم ياسير، شكرا مره اخرى على 40 كا. شكرا 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 بزاف الدراري، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على اي حاجه كديروها معنا، كان معكم خوكم ياسير. طلعوا ليا فراسكم الخوت بيس. وقبل ما ننسى ديديكاس خويا ابراهيم توكسيك، كنشوفك الصاد، كان معكم خوكم ياسين.